واحسن المدافعين اللي جم في تاريخ مصر كابتن سمير كمال. بشكرك شكرا جزيلا. يعني قبل ما اختم واروح استقبل كابتن ناصر عباس وجزء ممكن نتكلم فيه جزء تحكيمي، ولكن في النهارده سمعت ان الاسباب، في ناس كانوا بيتكلموا في الاعلام او في الراديو عن اسباب هزيمه النادي الاهلي امبارح، ان جزء منها الانتخابات وصراع الانتخابات. عايز اقول ان في فيديو عرضناه وبيتعرض على السوشيال ميديا بوجود كابتن محمود الخطيب ومهندس محمود طاهر والتعامل في المباراه وحبهم للنادي وهم هدف هو امامنا. محدش يقدر يقول ان صراع الانتخابات ممكن يكون اثر على فريق النادي الاهلي. اللي احنا شايفينه امامنا دلوقتي كله الاثنين رايحين لهدف واحد، هو هدف الفوز. قدر الله ما شاء فعل ان احنا بقى ما فزناش، هو ده يعني ده بتاعت ربنا. ولكن كابتن محمود الخطيب لما اعلن ان هو هيروح هو هدفه النادي الاهلي يكسب، مفيش في دماغه حاجه خالص غير ان الاهلي يكسب. مهندس محمود طاهر كرئيس للنادي ورئيس للبعثه هو موجود عشان الهدف نفس الهدف، كلهم الاثنين بيجتمعوا حاجه مميزه جدا. عشان بس الكلام اللي ممكن يحصل كتير ان صراع الانتخابات هو اللي اثر على فوز النادي الاهلي او هو كان سبب عدم فوز النادي الاهلي بهذه البطوله، لكن لا، احنا النادي الاهلي ده وارد في كره القدم، واحنا مقتنعين زي ما بقول لكم احنا اسياد افريقيا، 8 القاب موجوده في جعبتنا. فبالتالي ان شاء الله السنه الجايه احنا موجودين وهنلعب وهنقاتل عشان نحرز هذا اللقب التاسع بامر الله. عادي خالص، احنا 11 نهائي وصلنا له، خدنا منه 8، ده رقم مش موجود عند اي فريق. فبالتالي كله المفروض يبقى فاهم ان ملهاش دعوه الانتخابات تماما. خلينا نروح لفاصل واستقبل كابتن ناصر عباس ونقدر نتكلم شويه كده على الجزء التحكيمي اللي كان في المباراه امس.